عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. وطبعا يعني عادة بنتكلم مع حضراتكم باستمرار على فكرة أهمية الإعداد النفسي الرياضي. دي من الملفات المهمة جدا، من الموضوعات المهمة جدا اللي دايما بنهتم بيها في عشرة الصبح في الأهلي، وهيكون لينا فيها كلام كتير في هذه الفقرة. طبعا حضراتكم عارفين إنه يعني إحنا داخلين كمان الفترة اللي جاية على بطولات عالم كتير كلها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وبطبيعة الحال فكرة الاحتكاك بين اللاعبين على مستوى البطولات المحلية أكيد بيختلف جدا عن احتكاكهم في البطولات الدولية وبطولات العالم. هنتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا العزيز اللي منورنا، دكتور محمد صفي الدين، استشاري الإعداد النفسي الحياتي للمنتخبات القومية. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معنا. صباح الفل، أهلا وسهلا. صباح الخير عليك يا دكتور محمد. صباح الفل. بنتكلم النهاردة عن ملف مهم جدا، وهو أهمية الإعداد والتأهيل النفسي للاعبين. لو هنعرف منك بشكل عام أهمية فكرة إعداد اللاعبين خاصة في البطولات العالمية، يعني إحنا طبعا عارفين بيبقى عندنا تأهيل نفسي في البطولات المحلية ولكن بتختلف تماما عن البطولات العالمية، لو هنعرف منك الفرق وبشكل عام إيه أهمية التأهيل النفسي للاعبين في الفترة دي تحديدا. إحنا هنتكلم في الأول على بداية التأهيل النفسي. بداية التأهيل النفسي إحنا بنبدأه من دي 1 مع اللاعب من قبل خالص ما نخش في البطولات، في بداية السيزون. يعني إحنا لازم نبدأ من بدري، ودايما في حاجة بحب أتكلم فيها دايما مع اللاعب، إن أنا أي نتيجة عايز أوصل لها في البطولة سواء المحليه او الدوليه لازم اعملها جوه التمرين، يعني لازم احط نفسي في نفس الاداء جوه التمرين. فاحنا بنبدا طبعا مع اللاعب من اول يوم داخل المنظومه التدريبيه بتاعته في التدريب، عشان لما نخش في البطولات المحليه والبطولات الدوليه نبدا ناهله لده. بجانب ان احنا زي حضرتك ما ذكرت من شويه، احنا عندنا اخر سنه ان شاء الله للتاهيل، وفي بعض الالعاب خلاص بدات البطولات المؤهله، يعني ممكن يبقى باقي بطوله اتنين حسب كل نوع اللعبه. فده بيعمل نوع من الضغط، نوع من الاستريس. يعني في بعض اللاعبين ممكن يبقى قدامه مثلا على مدار سنه او اتنين ست بطولات للتاهيل او اكتر، فلا قدر الله ما كانش موفق في بطوله او اتنين، فقدامه اخر بطوله، بيتمرن كويس جدا، بيعمل اللي عليه، بنيجي خلاص قبل البطوله بايام بيبدا عقله بيفكر، ما انا لو ما تاهلتش في البطوله دي يعني حته الاوفر سينك اللي ممكن يحصل للاعب قبل او زي البطولة. بانك كمان ان هو خسر بطولتين قبل كده، فبيبقى عنده زي خوف او بانك ان هو يخسر البطوله اللي جايه. ساعات ممكن تبقى خساره، وساعات ممكن يبقى هو عمل الاداء بتاعه مظبوط بس ما وصلش للرقم التاهيلي. لو بنلعب مثلا في العاب رقميه، يعني ممكن يكون مثلا لعبه زي مثلا السباحه يكون حسن الرقم بتاعه ولكن ده مش رقم المؤهل للاولمبياد، او العاب مثلا عاديه زي العاب المضرب ممكن يكون عمل اللي عليه وجاب الرانك لكن برده مش مؤهل ليه. في حته ان هو اللاعب بيفكر ان دي اخر محطه، او انا ممكن ما اتاهلش وممكن تضيع عليا الاولمبياد، وطب ولو ضعت الاولمبياد انا هستنى اربع سنين كمان. الموضوع بقى ليه عامل نفسي كبير جدا جدا، لازم بنحطه في زون بالشكل الصح ان هو ازاي يبقى ماشي خطوه خطوه، عشان انا يهمني دايما يعمل افضل اداء. انا دايما بيكون هدفي الاساسي مع اللاعب ان انا اساعده ان احنا نفرغ العضله من المجهود، مش البدني بس، الذهني كمان. يعني انا عايز عقله وعضل جسمه ان انت زي وقت البطوله تطلع كل الاداء اللي عندك 100%. اوكي، حلو. نفرغ العضله بتاعته بالمجهود الذهني دي، يعني التركيبه دي، يعني انا واحد من الناس ما كنتش متخيل، كنت فاهم ان الاعداد النفسي بيتعامل مع الحاله النفسيه والمزاجيه والعصبيه حتى للاعب، لكن الجزء الجسماني ما كنتش متخيل ان هو يعني جمله نفرغ العضله دي محتاجه نقف عندها شويه. طيب وده بيتعمل ازاي يا فندم؟ طيب احنا عندنا طبعا اللاعب بيمر بمراحل كبيره من خلال فريق العمل بتاعه، في طيب بيكون في مدرب احمال، بيكون في دكتور طيب. تغذيه، بيكون في المدرب نفسه او المدير الفني. طيب. كل المختص في المجال بتاعه بيقوم بدوره تماما. بيجي في الاخر دور اللاعب يعمل حاجه عمليه الاخراج. يعني انا اتمرنت عملت اللي عليا وعندي بكره بطوله. بيكون ناقص بقى دور اللاعب عمليه الاخراج التعب ده. يعني انا بتمرن بقالي سنه، بقالي ست شهور حسب الفتره التدريبيه، اذا اجي اعمل عمليه الاخراج بتاعتي النتيجه، لو اللاعب متمرن كويس جدا وجاهز وعلى اكمل وجه، بس هو ذهنيا في اي حاجه بيفكر فيها، حاجه شغلاه، او في تنس مايند زي ما بنتكلم فيها كده، تنس مايند بريديوس تنس ماسلز، يعني لو عقله توتر العضله نفسها هتتوتر، فمش هقدر افرغ المجهود اللي عندي اثناء البطوله. يعني نقدر نقول ان التفريغ ده هو بمثابه مثلا استشفاء نفسي، يعني انجاز التعبير، يعني مش استشفاء، هو ان انا بساعده ازاي ان وقت البطوله، وقت الايفنت نفسه الفعلي، يطلع الاداء المطلوب منه 100%.